مين عندي؟ احمد. احمد شو عم نسوي؟ نطلع برا. خذ يا ورق. لا لا راح اموت. لا اسف اسف راح اطلع. اسف. الله وصلكم. تعال يا ورق. اوكي السلام عليكم شباب، ان شاء الله بخير. ياكم الرحمي. هلا شباب، مقطع جديد من فورتنايت ويا اتكو حمودي. هلا قل لي ورق، والله انا اكسر اليد تبع بلاي ستيشن تبع. اليوم يا شباب راح نلعب ما بستوري فورتنايت، فقبل ما نبلش حط لايك، اشتركوا بقناتي تبع انستغرام، ويلا يا شباب على طول. كل واحد شباب يروح البيس تبعه، شايفين مكتوب يور بيس هون بالخريطه. شباب اليوم راح نلعب تايكون، لكن مو بروبلوكس. اليوم راح نلعب تايكون اليوتيوب فورتنايت. وشباب هون اللي يوصل 10000 مشترك هو راح يفوز، واللي يجمع ال 10000 اول يعني راح يكون اسطوري. راح يكون اكبر يوتيوبر. بس خلي اخلص، وانت ما فهمت لسه. شباب انا اذا اقتلكم مثلا اسرق مشتركيكم، واذا فوت على البنايه تبع اليوتيوب تبعكم اللي هو الاستوديو، كمان في شغله ممكن اسرقها ما راح احكيها مشان اسرقها انا طبعا. كمان راح اهكر قنواتكم واسرق مشتركيكم. يا انت مفكر يعني الوضع سهل بهالسهوله مثلا؟ لا خلاص. انا عندي سؤال. شو شو سؤالك؟ مين اللي عنده 250 نقطه؟ من عنده 250 مشترك؟ مكتوب انا الثالث حاليا. مين مكتوب عنده رقم واحد؟ ما هذا احمد، هذا احمد. انت الاول، كيف من وين جاك 250 مشترك؟ لسه تونا بلشنا. اكو واحد سوى لي اعلان. محظوظ. صح يا شباب، نسيت اقول لكم الماب تلقائيا يا شباب يسوي اعلانات لقنواتنا طبعا. والله بجي قتلك هسه، بس اصبر لي. اوقف خلي اصور، بس انا راح خلي اصور مقطع. شو اتاكو؟ انا فايز من الاول، حكيت لك انا انت فايز. عندي مليون مشترك. يا حبيبي هذا بقى، احنا عندنا مليون باليوتيوب الحقيقي، لكن في يوتيوب فورتنايت احنا مو مشاهير، فبدنا نصير مشاهير يا شباب. انا صورت المقطع الاول تبعي، دفعت عليه 100 وحبه، مو 100 ولا ايش قد دفعت، والله ما ادري. المقطع الثاني الثالث. شباب شباب كمان بدنا نفتح المصعد هذا، لانه في 4 طوابق او 5 في شغلات فوق ممكن نشتريها. حرفيا في استوديو كامل للتصوير يا اخوان، بدكم شدكم حيلكم. يا طالع ما عاد اليوتيوبر الصعبة. لا لا يا شباب حلوة هون صراحة الحياة، بس يا اخوان بدنا فلوس، لانه حرفيا كل شيء هون بفلوس. صرت اطير، صرت اطير. ما ادري صرت جيت. وانا كمان ما اعرف نط عالية، والله ما ادري. انا شباب جنبوست للكل اجا. يا جنبوست شباب، انا شريت السيت اب الثاني تبعي، ما اعرف عم اصور مقطع، ما عم اقرا شو عم اشتري، بس عم اشتري اشياء، عم اشتري. هلا الحمد لله. هلا بدي انا سلاح يا اخوان، بدي اسرق مشتركين احمد. كيف رحومي؟ عرفت شو هدول اللي اشتريتهم؟ واحد كيف؟ منهم مدير اعمال، وواحد منهم شخص بعمل لك اديت، وواحد منهم شخص بضبط لك اعلانات وهيك. لاحظت يا شباب هلا صارت قناتي عم تزود مشتركين لحالها بدون ما اسوي اي شيء، نفس ما شايفين. هلا انا الرقم الثاني اكيد، اوتاك الثالث، اوتاك اخر واحد صح. انتوا دعموكم، انا ما حد دعمني. يلا هلا انا شريت مدير اعمال ثالث او رابع، والله ما ادري شو عم اشتري. انا عم اصرف وخلص. هذا يا شباب الاستوديو طبعا راح يكون كثير كبير تبع القناه تبعنا، هاي البنايه كلها لنا، تخيلوا. او ماي جاد يا رجل، كم طابق؟ والله ما ادري. هلا بس انا كيف راح افتح المصعد؟ مفتوح يا شباب، الباب تبع المصعد مفتوح، فينا نطلع فوق. مكتوب لوك مغلق. يا الله، يمكن يا شباب لازم نشتري الطابق الاول والثاني بفلوسنا نحن تبع اليوتيوب. يا الله راح يكون كثير غالي. 50 جولد. وين؟ انا عندي 50 جولد اقدر اصعد. من وين؟ والله من هون تدخل داخل، وعلى يسار موجود في فتحه. ياب 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 مكتوب باي تو اند فري. يا اخي ما شفته يا اخي. انا والله شريت الطابق الثاني. الطابق الثالث قديش سعره؟ اوه سعره 100. شوف الاستوديو. او ماي جاد رهيب والله اسطوري. رجل باع الكاميرات والجرين سكرين. اي دا شوف يا اخي، شوف الكاميرا هاي قديش كبيره. او ماي جاد يا شباب، يوتيوبر ما اتوقع يحتاج هاي الكاميرات، هاي تبع التلفزيون يا اخي مو اليوتيوب. خلينا ننزل على الطابق الاول. بدي اشتري يا شباب لسه مدير الاعمال الاخير، مشان شو؟ مشان قناتنا تصير تزود مشتركين اسرع ولحالها، وكمان فلوسنا مشان تصير اسرع. قديش سعره ده؟ 50 بس. صار فيني اجيبه. هلا والله يب. هلا يا شباب كنا نقدر نشتري، ما نشتري مصعد على فكره يعني. انا يب لا انا فكرت انه المصعد راح يكون مفيد اكثر، بس خلاص. هلا انا جبت كل هذول يا شباب المديرين، بس وينهم يا اخي؟ مختفين، انا ما عم اشوف حدا منهم. بيشتغلوا اونلاين في كورونا. يا صح، تباعد اجتماعي يا شباب. خلينا نصعد على الطابق الاول نشوف شو فينا نشتري. شوف يا احمد
ايش الكارثه هذه؟ من صار الاول راح نسلو انا الاول انا الاول صح كيف صرت الاول شمشان كل عم بندعمه وانا لا انا ما هذا يمكن شباب 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 عرفت ليش اللي يشتري المديرين ذول اللي يديروا القناه هم يمكن يسووا له شات اوت او اعلان يعني لهذا السبب انا صرت طب انا مشتريهم كله كل من الاول من قبلك حتى خطيه اتاك عنده بس 120 مشترك كمان اتاك راح الحقك عليهم هلا بقتلك لا تخاف يا الله ما في سلاح بالطابق الثاني عبالي اشتري سلاح واجيك يا اتاك مع الاسف راح تنفذ بجلدك هالمرة اتاك احمد بس بلدي زي جلدك بالبكاكس تعال بتحداك بنص المافي يا حبيبي احمد تعال. سمعت ايش قال اتاكو هو اتحدى يلا تعال اذا قتلك مو تروح تشتكي اليوتيوب وتعطيني سترايك بعطيك سترايك قلهم سرقني بس تعال تعال انا هون احمد احمد التحكم خليكم يلا انكم اطلع روح كسر الدرعه كسر الدرعه اضرب الله الله يرحمه والله لا 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 كرايست لا لا صار عنده 420 يا الله سرق مشتركيني سرق مشتركيني خلاص شباب بعد ذكروني ما اتعارك مع احد اللي يسرع عندي سلاح ايش هذا شباب انا كان عندي فش وما اكلته شوف يا احمد في انفاق جوا في نفق في نفق وين 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 بدي 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 شوفي تعال في جنب البنايه حقك انزل انزل من عنده في 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 نفق مجرى مجرى هي مجرى اه يا شوف نسوي هون نصور مقطع شوف ان فيها اسلحه اوكي يا شباب جاتكم مقطع جديد فلوق جديد بالمجاري تبع المدينه يا اخي حاسس حاسس جماعه الفلوجر هيك يسوي يا اخي ما في شيء يصوروا شو يصوروا كل مره مساكين والله مساكين روكت لانشر او ماي جاد روكت لانشر ذهبي غالي 700 حتى سهام متفجره هذا البول البول شو يسوي بالمجرى يا اخي الروكت يلا خلاص يا شباب انا بسحب عليهم هلا من يصير عندي فلوس برجع اشتريهم عشان اذبح وتاكل لان صراحه كثير غاليين يا شباب وتاكل ليش انا حضر قناتك انا والله ما ادري بدي اخرب عليك الثاني بي اسلحه ورع اه تاكو ما في اسلحه تعال تعال هل هلا ايش اروح اشتري طابق ثاني لسه انا مو مشتري بس خلنا اكل على سنة. وين رايح لا تهرب لا تهرب صرت بطيء انا صرت بطيء يا الله ما فيني اركض خلاص تاكو عندي هديه انا بشتري طابق ثاني شوف يا احمد شوف معكم هديه 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 تعال عندي ببيت انا بروح انت لا ارحم يا رب تمزح تمزح لا لا ما ارحم اي والله هاي اسلحه هذا والله دي سعرهم 100 حديد 1000 حديد ياب فتحته بس غاليين هي في لاكي بلوك في لاكي بلوك ياب جيبه بدون تفكير غالي المشكله سعره 300 ما عندي فلوسه مين عندي احمد احمد شو عم نسوي نطلع برا خذ يا ورع لا لا راح اموت لا اسف اسف راح اطلع اسف 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 يس 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 خذ مشتركين صار عندي 1500 مشترك والله صرت كثير يا شباب راح اوصل على 10000 اذا راح اضل اقتل احمد تعال احمد يعني انا ما يعني انا انت شو شو خلاص تتخانق معك اوكي دائما هو اخوه لا تتخانق شباب اصلا اللي ما يعرف يرقص شو بيحكي القاع عوجة صح ولا خطا تعال انا بجيك انا علمك اشتري بجيك لبيتك بجيك لبيتك وبحكي لي انا ما اردت اتخانق انا وقتك كيف هلا والله لا لا ما بقتلك انت اقل واحد اقل واحد لا لا يلا انت اقل واحد مشتركين اذا قتلك يخسروا يلا خلاص هذاك قتلتك بيروحوا مني لا ما بيروحوا ما بيروحوا بس yeah. انا عم ازود لما اقتلكم يا اخوان فلا تخلوا انا صرت اقل واحد فيني اخذ فلوسك احمد او ماي جاد فيني اخذ فلوسك كيف كيف فيني اخذ فلوسك بس واحده واحده هذول قليلين رحامي اصلا هذا البيت مو مال حدا انا فكرت مال احمد طيب وين بيتك احمد بيت فارغ هذا لا تجي بليز لا تجي بس ليش؟ لا تجي رجاء ليش وجهي سلم انا صرت اخر واحد اصلا انا الثاني هلا والله انت الثاني او ماي جاد كيف احمد صار اخر واحد لما انا سرقت مشتركين هلا مشتركين ليزر يا اخي شو هذا سلاحك ليزر او ماي جاد سلاح ليزر كيف انا ليزر انا ايمي ليزر انت ايمك ليزر هلا بشوفك مين ليزر اروح اشتركينك راح اروح اشتركينك روحهم الله جي جي ما عندي يا شباب ما خلينا نسحب على السريع لريبه التيل منازل عادي اصلا عادي اصلا يعني واحد اذا ما عنده سلاح شو بده يسوي غير ما يقاتل بيدو شباب اصلا انا بروح اصور مقاطع جمهوري يسال علي فكروني ما تولى شيء وهي كمان شريناها شريت كم شو مين بيتي عم اسمع صوت واحد ببيتي وات مين اه
ما ادري عم اوتاكو ساكت اوتاكو ساكت لا 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 بليز 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 لا انا شو عم بسوي عم اكلك بابا اوتاكو يا الله ما عندي خلاص اقتلني اقتلني خلاص اقتلني كان عندي امو كان عندي امو انا فكرت يا عبقري ليزرت راح لا لا عوف 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 ليلي عوف ليلي هو بيتي عوف ليلي اريد فلوس اريد فلوس تعال لا 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 اريد مشترك قاتلني تعال اخير ثلاث طلقات انا قتلته وقتلته كتلته او ماي جاد صح والله صار عندي 3000 او ماي جاد عندي كم فلوس شوف فلوسي قديش سريع عم يجوا بروب شباب بروح اشتري الطابق الاخير باي باي والله حرقني بعمل لك فيديو مبارك على شكرا سوي لي على 10000 بس انتظر شوي بس اشتري الطابق الاخير وهذا الطابق الاخير جبناه شو هاي الطابق الاخير يب جبته ما اعرف هاي اوه هذه اعلانات فينا نجيب معلنين للقناة هلا والله شوف يعطيني هاي واحد فيو بير سكند يعطيني مشاهدة واحدة كل ثانية او ماي مشاهدة ولا مشترك مكتوب مشاهدة بس المشكلة كلهم غاليين يا تاكو كلش غاليين كيف راح اشتريهم شباب اعطوني فلوسكم مسكين الله رحمه مسكين اعطوني فلوسكم ما بتاخذ شيء مسكين شو بيسوي هذا عندي ما عندي سلاح يا الله عندي بس 30 طلقة بالسلاح تبعي لما اموت يلا يجدد 20 طلقة يا الله 20 طلقة يلا خلاص اذا انت رجال اطلع من بيتي انا ما اقف لك ما اقف لك انا اي طابق كنت يا احمد نسيت انا اي طابق ثاني ها عم بضحك عليك عم بضحك عليك لا لا وينه؟ يا لا 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 تعال لا 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 تهرب لا تهرب لا تهرب يا الله هرب 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 وين وين؟ كفو تاكو كفو كفو لا 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 مو أنا هو أنت حاضر كيف؟ يلا واحد يلا يا شباب خلينا نطور محتوانا شو هذا عم نتقاتل صار بدنا نجيب مشتركين بالطريقة العادية مو بالقتال إخوان خلاص هدنا اخوان رحوم انت تعرف انت يصير اكثر عندك مشتركين لما تقاتل اعرف بس مو هلا يا شباب يعني خلينا نشتري اسلحه لسه احسن من هيك اثنين اسلحه اوكي يلا تمام خايف اوصلها لاني قريب منها خلاص شباب لا 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 انا بسحب كلامي تعال نجيب مشتركين بهاي الطريقه اصلا احلى ايش رايك انت شوف شو اسلحه جبت يا رجل عندي شوت جن وعندي كل شيء تعالوا انا بروح اشتري شوت جن واشيكم مين اروح شباب مين بيكم الثاني على اليوتيوب انا الاول مو انا هذا اكيد اتاكو انت يا حبيبي جايك تقتلني ها ببيتي مو تقدر فيني تمزح معك يا تمزح. اخي يا اخي ما في مزح بيننا انا بعرفك تعرفني تعال يا وري تعال يا اخي مصعدك عطلان اتاكو انت اي طابق تعال انا الطابق فوق اهلا وين اختفيت فجاه اختفى عم بستناك يلا جايك بس عندك لاك بالمصعد تبعك بدك تصلحه وين هذا عم اتاكو وين بيت راح يومي اتاكو بيت فوق وين فوق يعني اطلع زياده حبيبي. لسه في طابق وخمس طوابق ايزي سمعت صوت يومي جاي ينتقم لك راح يومي زرف راسي كيف هيك زرف راسي يا اخي اتاك زرف راسي انا بعلمك تعال تعال تمزح ها تمزح ها والله ضربة حافظ جابها بنص راسي الوري اطلع لفوق احمد عندي فوق عم بسرق القناة تبعي اوكي هذول اثنين يا شباب ايزي ايزي يا حبيبي هذول اثنين جاي بس كيف يسرق القناة اتاك انا ما فهم شو تقصد يسرق القناة فوق موجود اللاما كلمة سر يا اخي اللاما يعني لا ياخذني يب لا حدا ياخذها انقذني هو خاتل انا ما عم اشوفه ما موجود خاتل تعال اتاك تعال ساعدني ما اخذ اجازه احمد اخذ اجازه خلص تعال انا اسرق قناتك اتاك باي انا عم بستنى اللي حيطلع حاجل يا حبيبي انا تحت بطيء صرت بطيء كثير هي يا الله وين خاتل مكبر النوم مكبر بدون سعد شو هذا لا استوي جيتك ورع ما مكبر خلاص اخوان خلاص انا بعد ما يعجبني صراحه هذا النظام تبع المشتركين انا بروح اجيب المشتركين بذراعي باي باي خلاص يا شباب شريت كل شيء بالطابق الثاني شو في لسه كمان ممكن اشتري اوتاكو في اخر شيء بتقدر تجيبه هو باخر شو؟ طابق يا حبيبي عندك السكيورتي كاميرا اشتريتها سكيورتي كاميرا لا ما مشتريها لانه ما اعرف عند اللاما موجوده عند اللاما ما في شيء هاي كمبيوتر يا اخي احكي لي كمبيوتر شو سكيورتي كاميرا انا فكرت كاميرات بالسقف ولا شيء طيب انا هلا يا شباب جبت كل شيء فيني اجيبه بالتوقع بالبيت تبعنا
فبقى بس شغله واحده بدي اجيبها ما راح اخذت سبونسر شيبس لا صح ما اخذتهم يا عبقري زين ذكرتني اخي ما اعرف شوف الفايده منهم صراحه لو كنت يطق فلوس ادري هسه نسيتهم يا اخي يلا يا شباب نشتري اغلى واحد هذا يمكن اغلى واحد يعطينا كله نفس السعر رحومي بس ميلات مختلفه جيب حيل واحد جبت انا يا شباب ما ادري واحد كان يعطيني 200 مشاهد يعني فاشتريته طيب انت ليش ما اخذت اللي يعطيك على الكلات كل ما تقتل يعطيك شو اسمه ما ادري انا ما فيني اشتريهم كلهم يعني بس واحد منهم لا بس واحد يا حبيبي يلا خلاص انا اشتريت واحد ما اعرف شو ايه مين عم يتعارك تعاركم بدوني خلاص خليكم انتم تعاركوا بينكم انا بروح يا شباب اشتري شغله مين هذا عم يتحارش فيني بعلمك كم هو زين قتلته بس انت كمان راح تموت خد متأكد؟ وينك؟ وين اختفى؟ فجأة اختفى. أجلدك. أو ماي جاد ليزر يا أخي شو الليزر اللي عنده؟ شو سلاحك أحمد؟ إم إم حبه يا إم. إم ها؟ إم خد. لا تاكو. تاكو. اخذرني ها؟ دايما شو؟ دايما تخذرني. دايما نحب نتعب بالطريقة. دايما نحب تخذرني. موت. أحمد بليز. كنت أسرق كنت أسرق. أحسن يا أبو لا تقتلني أرجوك. إيزي يا حبيبي. خليكم تعارك يا شباب أنا هسه بس أضبط حالي بجي أجلدكم كلكم أنا بعلمكم. ورجيني براجلك يا حبيبي. ليش؟ وات؟ شو ما فيني أخذه. ايش تسوي؟ لا تحكي له يا الله حظك وتعك ما فيني اسرق اللامه تبعك جايبه جلدك خلاص ما بدي ليش ما فيك؟ ما ادري والله ما اعرف اشيل هيقول لي ما عندك مساحه اريد ارمي الاسلحه تبعي ما فيني ارميها ما ادري فيك ليش ضار بالماب خلاص شباب انا راح اوصل اوه ايزي واقف لي بالباب انا بعلمك يا ورد رحومي شو يقول لك لما اشيل اللامه مالتك؟ ما ادري ما قريت بس يحكي لي بلانتي نظرتك يا ورع والله تمزح لا مو لامتي لا 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 مو لامتي مو لامتي انا متاكد كنت عداتاكم بس ما فيني اشيلها ما ادري ليه هذا مين هذا فاض ترى سمعتك ها سمعتك سمعتك ما تقدر توقفني يا حبيبي خلاص ما بوقفك تنزل لي يعني وين راح تروح انا كذبت يا حبيبي جبت اخر على راحتك خلص مين على راحتك ما اساس ما اساس شو لا لا سلاحي ما يا الله ما ملود سلاحي خلاص اتاك عوفني بحالي يا اخي انا بدي ازيد مشتركين يعني بدون غش تعال يا ورا انا بعلمك هذا مو غش حبيبي انا ما كنت بدي اقتلك هذا مين هذا قتله مو انا قتلته لا يا الله كلها صارت تجي عندي لانه انا عندي 6000 مشترك راح افوز اكثر واحد اقول لي جاي عندي الورعان او ماي جاد خلاص يا اخوان خلاص يا اخي كيف راح اصور مقاطع اذا انتم كلكم هاجمين علي كيف هاي مقاطع فورتنايت عادي يا الله خلصت حتى سلاحي ما ظل فيه طلق انا بعلمك روح اشتري من فوق خلاص احمد عوفني بعالي شباب 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 عندي اقتراح رحومي 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 شو باجي بتخانق انا وياك واللي يفوز ضد الثاني بياخذ لام الثاني موافق ياخذ قناه الثانيه يلا موافق بس اوقف بس بدي اول شيء انتحر لانه يا شباب ما عندي كثير طلق لازم انتحر حتى يرجع تعال حتى لا تنتحر رحومي يعطيك طلق قليل لا هو انا هيك ما عندي طلق مين هذا دائما يا الله شوف السوي عندي مو انت حكيت لي بدك تنتحر ايش قلت لك جيت تني ها انت يلا تعال اطلع برا يلا هلا القتال احمد التحدي بلش لا تضربني يا مان دباوا عليكم يلا تعال برا برا الساحه يلا احمد عد يلا يا حبيبي يلا واحد اثنين ثلاثه اندار هذا اتاكو فكرت احمد لا وراك قلت لك اندار يلا والله انا طولت يا اخي طولت يلا قتلتك مع العلم راح يوجع دم ناقص خلاص طلع لك لامتي تعال خذها والله او ماي جاد انت وين بدك اصلا الله يبارك فيك هاي لامتك اتاك ها حلالك يا حبيبي تعال خذها بس شوف ما فيني شيء ما في يا اخوان نص الصبح عم احكي لكم بس ما عندي يصدقوني شايفين جرب احمد انت بشيلها انا يلا ها شلت حتى والله كيف جيبها ليش انا ما فيني اخذها لا هلا بتترسد ثواني وشوف كيف خذ هلا ليش ما فيني اشيلها طيب سويت مساحه هلا المفروض يس اخيرا يا اخي انا من البدايه بقري. شوف الانفنتوري عندي مفلل عم احاول ارمي الاغراض بالانفنتوري ما فيني ارميها اتاك شو عم يسوي جنبي لا
هلا كل شويه يجي رسمنا عندي واحد شو عم يسوي يلا باي باي خليكم انت تعاركوا بينكم انا رايح وانا اصلا يا رحومي قريب منك طلع معي 6700 مشترك عندك تقريبا انت يلا خلاص ما اتوقع راح تبقى قدي لانه انا راح اهكر قناتك بس خلينا نشوف هلا قديش راح تزيدنا قناتك وانا خليه يمكن هون اوقف ثواني خلينا فوق فوق رحومي صعدها فوق المات كلامه يا مات كلامه 1000 مشترك اوه ماي جاد 1000 مشترك يلا جاي اسس صفحه مره ثانيه بس ما نقص منك وتاكو راح احمل لا ماتي راح احمل لا انت اللي بعده نفس التحدي اعمله مع رحومي يا حبيبي شو رايك رحومي مو اتفق يا بس بدي اغير اسلحتي يا اخوان اوقف ثواني خلي اضبط نفسي وارجع لكم يلا ضبطت حالي وينك يا احمد في الوسط منتظرك منتظرني ها يلا اتاكو وين الحكم اين انت انا يا ابني فوق يا حبيبي على السياره اللي بالنص وين صعد شوف اسوي فوق كيف صعد لا مين عم بطخ لا طخ بدي اسلم يلا احسب اتاكو واحد اثنين انت وين احمد انا مش القاني اذا فيك لا كيف مو طميمة هي مو طميمة خاتم ورا السيارة لا كيف قبل لا يلا طير 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 يب الله عليك هذا اللي كان بدي انا اصلا من الطير الصغير هذا اتاك كمان مدري بطريقي انت صرت قلت تاخذ شوي مشتركين تعال رحم ياخذها صح والله نسيت خلاص يا اخي انت مدري شو اسوي لك كان المفروض تقاتل صح احمد واقف هون بدك تعطيني اياها يعني تحضر جد هذا احط عيني عليها مو من قبل مو من قبل اقول لك احمد تعال اطلع لا لا اطلع اطلع قبالي وتاكو على الاغلب راح يكون واقف لي بالباب بده يقتلني مشان ياخذه روح انزل انزل يلا انا نازل خلي السكيورتي ماتك حمايه ماتك يا بنت الحمايه تبعي وين تاكو خما موجود والله عرفته عملية اغتيال والله لا لا روح يوم راح يقتلني دير بالك دير بالك ما يقدر عملية اغتيال يا حبيبي ما يقدر ما يقدر ما يقدر هلا انا بقتل باخذ مشتركين وكمان وياك 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 قاتل الولد يا لا لا احمد لا راح يكتب الحمد لله الحمد لله خلاص انا رايح وصلت اللامه بخير احمد شوف شوف ده وصلك ده وصلك لا شكرا خلاص وصلت اسلم فاز رحومي خلاص جي يا بدي يسرق اللامه تبعي شباب انا هلا عندي 9200 يمكن هاي اللامه راح تعطيني 1000 مو خلينا نشوف يا رب افوز بالكيف افوز بالكيف بعد لي 15 10 10 خلاص انا ببقى هون ارقص بما ارقص انا فايز لا 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 يس فزت كان بدي يخرب علي اتاك جي جي يا شباب جي 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 بس هنا يا شباب نكون وصلت هذا المقطع مع اتاك جيمر وحمود اتمنى يشوفكم عجبكم لا تنسوا لايك تشتركوا بالقناه تيجي تتابعوا انستغرام وبس اشوفكم فيديو جديد باي 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 باي